كاين واحد النقطه ديال كاسونغو، اش الكل كيتسائل كاسونغو واش جا الوداد واش ما جاش، فين هو مشى فحالو ورجع للزمالك؟ شرح لينا اش واقع مع كاسونغو سي سعيد. جا الوداد اللاعب كاسونغو جا معار من فريق الزمالك. راه ماشي انا مول الاشكاليه، الاشكاليه وهو انه تم العرض ديالو على طبيب مختص، طبيب ما سمحش ليه ما باش يعطيه الموافقه باش ياخذ بطاقه التسعير. فهذه انا مسؤول. دونك بالنسبه لكم كاسونغو راه الطبيب وخا ساشون كو هو جاي من الزمالك، يعني ما كنظنش بان الزمالك غادي يلعبوا وسير عنده مشكل. دابا ماشي يلعبوا الزمالك، واش انا دابا ما غيلعبوا شغل يلعبوا هذاك شغلهم، هذوك راه ادارتهم. انا ماشي انا، ماشي انا، انا راه تم التوقيع ديال العقد ديالو بغينا من اجل التاهيل، من اجل التاهيل خصو يدوز الفحوصات الطبيه. تكلمتي على واحد النقطه